هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل؟ وأيضا إذا لبست المرأة ثوبا خفيفا ليس مبينا لعورتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف حجم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها. الثياب الضيقة التي تصف الجسم وتصف أعضاء الجسم لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد. أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة صلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق، يأثم لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، وهذا من ناحية. والناحية الثانية كما ذكرنا أن الضيق يصف أعضاء الجسم ويكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة فيجب عليها أن تستتر بثوب ضاف واسع يسترها ولا يصف شيئا من أعضاء جسمها ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون أيضا ثوبا خفيفا أو شفافا، وإنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة سترا كاملا لا يرى شيء من جسمها، لا يكون قصيرا حاسرا عن ساقيها أو ذراعيها وكفيها، ولا تكون أيضا سافرة بوجهها كاشفة لوجهها، وإنما تكون ساترة لجميع جسمها، ولا يكون شفافا بحيث يرى من ورائه جسمها بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها، فإن هذا لا يعتبر ثوبا ساترا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح فقال: صنفان من أمتي لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فمعنى كاسيات أنهن لابسات شيء من الثياب، ولكنهن في الحقيقة عاريات لأن هذه الثياب لا تستر، فهي ثياب شكلية فقط لكنها لا تستر ما وراءها، إما لشفافتها وإما لقصرها وعدم ضفائها على الجسم، فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك. نعم، بارك الله فيكم.